السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: نساء العراق بين المأساة والمعاناة. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتس آب التي تقدمها لكم قناة الرافدين للمشاركة معنا وإبداء آرائكم حول موضوعنا لهذا الأسبوع، وأيضا نتحدث عن معاناة المرأة العراقية ولماذا الآن المرأة العراقية بعد مرور 18 عاما على الاحتلال في ظل الوعود الحكومية بحياة مزدهرة، لماذا نرى المرأة العراقية تعاني؟ لماذا نرى ارتفاعا بأعداد الأرامل؟ لماذا نرى ارتفاعا بأعداد المطلقات؟ لماذا نرى تهميشا للمرأة العراقية على كافة الصعد؟ نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لإكمال حديثنا معكم مشاهدينا الكرام. ننظر نلبس حزام وشتاب وتطلع النسوان، ماكو غير الرد على التدخل الإيراني السابق بالشأن العراقي. احنا مستمرين لحين ناخذ المطالب، هاي قعدتنا ما نروح حد ما يجينا امر اداري يصدر بينا كليتنا نتعين. هذا وطننا، هذا العراق، ما نرخصه مثل البعض. احنا ثورة احرار، احنا ثورة ابطال، احنا ثورة ندافع عن العراق، نريد نرجع العراق الى هويته. أهلا بكم من جديد. شهد هذا الأسبوع مرور مناسبة يوم المرأة العالمي، وهنا نسلط الضوء على معاناة المرأة العراقية، حيث تعاني نساء العراق منذ الاحتلال الأمريكي في عام 2003 ولغاية اليوم من مآس كثيرة تنوعت بين فقدان المعيل بسبب القتل والاختطاف والاعتقال والتغييب، وبين غياب الدعم الحكومي لشريحة كبيرة من النساء العراقيات اللواتي همشن، حيث يبلغ عدد الأرامل في العراق قرابة 8 ملايين أرملة بحسب سجلات وزارة شؤون المرأة في العراق، كما يبلغ عدد المطلقات أكثر من 1 مليون مطلقة بحسب الإحصائيات الحكومية، وارتفعت نسبة الأمية بين النساء العراقيات بسبب السياسات الحكومية الخاطئة والقرارات المجحفة ضد المرأة العراقية. لكن هذا لم يمنع من مشاركة النساء العراقيات في جميع الفعاليات والأنشطة الثورية الوطنية التي خرجت لتحرير العراق من الفاسدين الذين حكموه ولا يزالون، حيث ساهمنا في ثورة تشرين وساندنا الثوار، كما كنا في الصفوف الأولى لكثير من المظاهرات التي شهدتها ثورة تشرين. نطرح هنا مشاهدينا الكرام مجموعة من التساؤلات وبإمكان حضراتكم المشاركة للإجابة عليها. بمناسبة مرور يوم المرأة العالمي، كيف تقيمون وضع نساء العراق في ظل الكوارث التي يشهدها البلد؟ ولماذا يغيب الدور الحكومي منذ عام 2003 ولغاية اليوم عن دعم المرأة العراقية ومساندتها؟ وأيضا كيف يقيم العراقيون دور المرأة العراقية في دعم ثورة تشرين والمظاهرات التي سبقتها؟ الآن معنا السيد أبو علي من صلاح الدين، تفضل يا أبو علي حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا متقاعد 2010، عندي خدمة 38 سنة. نعم. 1973 أنا في المستشفى العسكري المطوع. ودرست العدد مالتي 100%. نعم. ولم أستلم فروقات لحد الآن. نعم. وهذه ماكو، وعندي زوجتي ماكو، وبنية لا مخصصة كاشي ما أدري. نعم. نقول من نحكي روح للتقاعد، وقلت الجيش السابق جيش من حال الجيش السابق خبا يهودي خبا كافر، قلت الجيش من حال يا بدي الجيش من حال ما قاتل ما سوى ما كنا بجوال بالهال.
طيب اذا ما عندنا حس بالعراق خلينا نطلع خارج العراق. سيد ابو علي، هذا هذا موضوع طبعا يعني مهم جدا انه ان نعرض صوتك والناس تسمع، الجهات الحكوميه، الجهات المسؤوله، العالم يسمع معاناة شريحه مهمه من العراقيين وهي شريحه المتقاعدين. بس انا هم اريد اسمع راي حضرتك اليوم، وطبعا انت مواطن عراقي متزوج واكيد تشوف امامك جيرانك عوائل محيطه بك عن معاناة النساء العراقيات اليوم بعد 18 سنة من الاحتلال. اليوم شلون تشوف وضع المرأة العراقية في ظل هذه المأساة؟ يعني إذا كنت حضرتك متقاعد فأكو نساء عراقيات فقدن المعيل وأيضا كان ربما متقاعدا، يعني اليوم أيضا محرومات من تقاعد أزواجهم. شلون تقيم أو شلون تشوف وضع المرأة العراقية اليوم في هذه المعاناة؟ والله أستاذ أكو بيه المظلومات وأكو بيه لا والله ما دايرات. احنا خلي نحكي عن المظلومات يا ابو علي، احنا ما لنا علاقة بالجزء الاخر، خلي نتكلم اليوم عن المرأة العراقية المظلومة. المظلومة غير تجي مثل المنظمات تجي في مساعدات كلهم هذا، اي ما يجي مساعدة شوفوا الثاني بس راح نطلع. هو مو المفروض يكون هذا الموضوع دور الدولة؟ يعني ليش مثلا ننتظر المنظمات؟ وين دور الدولة اذا؟ الدولة ام المليارات؟ نعم استاذ، تسمعني بس خلوه اخذ منك. تفضل. تجي المنظمات بالواسطات. بالواسطات، المختار ماكو شغله من المختار، يجي المختار يسجل عمه خاله والفقير ما حد يقول له وين. هاي وين عندكم منطقتكم؟ والله منطقتنا بناحيه سوان بيج، انا اقول لك ما اقول لك ما اعرف اي مكان. نعم. الفقير ما حد بباله، والسنجين والواسطة، وهذا عمه عقيد وهذا عمه عميد ما أشياء. نعم. نجل أنا ليس عندي بيتي ماكو، ليس علي منظمة ما إجتني. طيب. والواسطات تجي منظمات، بس كلها ما أخو لا باب لا شباك، كل شباك عندي. أنا أشكرك يا سيد أبو علي من محافظة صلاح الدين. يعني يتحدث السيد أبو علي بخصوص موضوعنا طبعا لهذا الأسبوع عن المنظمات وأنه بالواسطات وبالمحسوبيات يتم مساعدة فئة معينة أو شريحة معينة ضمن المنطقة اللي هو عايش بها، وده يشهد على هذا الموضوع. وفي حين أنه اللي ما عنده ظهر واللي ما عنده سند يحرم من الخدمة، يحرم من المساعدة، يحرم من الحصول على حقه. المرأة العراقية هي جزء من المجتمع، هي عنصر أساسي من المجتمع، وتعاني بقدر ما يعاني الرجال وتعاني بقدر ما يعاني أصحاب العوائل، خاصة بالنسبة لشريحة الأرامل والمعيلات لعوائل بعد أن فقدنا المعيل بسبب ربما الخطف، الاغتيال، القتل، الاعتقال وغيرها من المآسي اللي يشهدها العراق منذ الاحتلال. اليوم نسأل وين دور الدولة عن مساعدة المرأة العراقية، عن إعطائها حقها؟ يعني مثل ما شفتوا في بداية الحلقة البرومو اللي تم عرضها، المرأة العراقية لها حق في هذا البلد، هي ما تبحث عن مكرمة، هي ما تبحث عن أنه يتفضل عليها أحد المسؤولين ويمن عليها بمساعدة، لها حق في هذا البلد، لها نصيب فيما يحصل عليه العراق كدولة من أموال نتيجة بيع النفط، نتيجة المنافذ الحدودية، نتيجة التجارة الموجودة، إلى حق بالحصول على عيش سليم، على منزل، على على راتب، على إعانة في ظل فقدانها للمعيل وحتى اللي عندهم معيل. هناك الكثير من العوائل العراقية حتى مع وجود الرجال فيها لكن أيضا تعاني بسبب الفقر وبسبب الحاجة وبسبب قلة فرص العمل وبسبب الفساد الموجود. وين دور الدولة عن النساء العراقيات؟ من عندنا؟ عندنا السيد سجاد من كربلاء، تفضل. السلام عليكم، شلونك استاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. بعد قلبي استاذ، ايش عجب شو مو هاوية؟ تفضل. شلونك استاذ محمد بعد قلبي؟ الله يسلمك. شو اخبارك؟ شلونك استاذ؟ طبعا اني بالبدايه اشكر قناتكم الموقره. نعم. الله يسلمك استاذ، طبعا هاي المأساة جاي تصير بالعراق وانت تشوفها بعد. والله يا استاذ محمد يعني ما ادري ايش اقول لك، شبابها هاي الاحزاب
وش وقت الله يخلصنا من هاي الأحزاب. طبعا والله يا أستاذ محمد أنا أشكر هاي القناة وقناتكم الموقرة الله يسلمك، وهاي جاي تنقل الأحداث أول بأول. واجبنا ودورنا يا سجاد. أنا أريد أسمع رأيك بموضوعنا والله لهذا الأسبوع عن معاناة المرأة العراقية يا سجاد. شلون تشوف حال نساء العراق اليوم؟ إحنا نشوف نماذج يعني من الشريفات العفيفات اللي للأسف يبحثن في النفايات عن طعام لإطعام أطفال أو حتى لإطعام أنفسهن. يعني ليش اليوم إحنا في بلد غني نشوف النساء العراقيات اللي تنام على الرصيف، اللي تبحث في النفايات عن طعام، اللي ما عندها معيل بلا راتب، اللي يومية تروح للسجون والمعتقلات تنتظر تشوف ابنها وما تسمح لها الدولة؟ ليش اليوم نساء العراق بهذه المعاناة؟ والله يا أستاذ محمد يعني جرم 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 بحق ما يكون، يعني جريمة هيك. هذا الشعب الغني بالنفط والخيرات هيك المرأة العراقية جاي تصير بيها والله يا أستاذ محمد. بس شو حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وهي هاي الأحزاب والله هاي الأحزاب نهبتنا وما خلت علينا، وسببها كله تعرف بعد هاي الأحزاب الموالية لإيران. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا أشكرك يا سيد سجاد من كربلاء. عندنا السيد عطوان من بغداد، تفضل يا عطوان حياك الله. وعليكم الله السلام ورحمة الله. الله يحفظك. رحم الله بك أستاذ محمد، شلونك؟ الله يسلمك الحمد لله. الله يبارك بك. الله يحفظك. رحم الله بك. الله يطول عمرك إن شاء الله ويحفظكم وينصركم. الله يسلمك. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا عطوان. عطوان من بغداد، رحم الله بك. حياك الله. يسلمك. تفضل. عطوان من بغداد، الله يحفظك. تفضل يا عطوان. أنا عندي يعني أنا 8 نفرات، 5 بنات واني واثنين ولد. نعم. درهم واحد ما أملك بالعراق، لا راتب لا رعاية اجتماعية. نعم. ما ليش ماكو يا عطوان؟ أنت مو المفروض دا تعيش ببلد غني؟ والله ما ينطوني، الله شاهد الله شاهد. اليومية أروح لهم بالوزارة، وحتى النقيب واجهته، النقيب الحماية مال وزير الرعاية الاجتماعية. أي. قال لي ماكو شيء إلا على الموازنة، ورحت ومشيت وكراوي. طيب انت السنه اللي قبلها، السنه اللي قبلها ومن حكومه عادل عبد المهدي وقبلها كنت تحصل على رعايه اجتماعيه؟ ما لا والله انا 60 سنه ما درهم لا رعايه ولا اجتماعيه، لا ذاك زمان ولا في الزمان. وانا مدمور دمار والله، وايجار قاعد وصاحب عندي وخمس بنات عندي وكل شيء ماكو والله. محمد حضرك محمد رسول الله، الله يحفظك ويحفظ العراق. نعم. اي والله. أنا أريد أسألك يا سيد عطوان، ذهابك لما تروح تراجع في الدوائر المعنية بموضوع الإعانة الاجتماعية، وضع الناس، وضع النساء الموجودات أيضا اللي دوراً على إعانة، اللي دوراً على الحصول على راتب من الدولة، شنو وضعهم؟ تسأل تسمع؟ أنت أيضا عندك معاناة، لكن شنو وضع الآخرين اللي رايحين دي يراجعون خاصة بالنسبة للنساء؟ ما يجرون بال والله عبالك شنو، بس الحلوة يطلون أرقام يعني ترقم لازم يعني يوم تحلو بنية حلوة يرقمونها يعني حقيقة. هذا يعني هذا حقيقة أنه من الأمور يعني المعيبة جدا أنه نسمعها. نعم هذا محمد يعني إنسانية عند المقابل ضعيفة. هسه رجال كبير ما يحترموني من أروح لهم. ليه بجدد بنتي؟ طيب وصلت فكرتك بهذا الموضوع يا سيد عطوان، وصلت فكرتك. احنا بس يعني مشكلة هذا اللي دنسمعه حقيقة، انه بهذه الطريقة تتعامل بعض المؤسسات وبعض الافراد داخل مؤسسات الدولة بهذه الطريقة للأسف. عندنا كيان مين من بغداد؟ من بغداد، تفضل يا كيان. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيب قلبي اني احييك تحية صافية من القلب للقلب. الله يبارك فيك. مالك حبيب قلبي. الله يسلمك. حبيبي بالنسبة لموضوعك هذا الموضوع المحترم المفروض انا جاوبك عليه. أي. المرأة تعاني من تلافة. الاول نعم. الحكومة ما مضيتها اي حقوق، اي حق من حقوقها ما مضيتها الحكومة. اي حق من حقوقها. المرأة اللي راحت في الدائرة، اللي راحت
اي 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 دائره من دوائر الدوله اذا كانت جميله يداومونها، واذا كانت مو جميله يداومونها على اموال ياخذون من عندها اموال. هاي وجهه. اعاني من بعض التقاليد المجتمعيه المتعصبه، متعصبه بعض التقاليد المجتمعيه المتعصبه يعني بفسر لك اياها. نعم. تشتغل المرأة ما يجوز تطلع، المرأة ما يجوز تمشي، المرأة ما يجوز تشارك الرجل بالعمل بالحياة بالعمل، كله ما يجوز عندنا، هذا ما يجوز ذاته ما يجوز، والمرأة تعاني بالداخل من المجتمع إلها، من بعض نظرات المجتمع إلها، مو الكل مع احترامات الكل، بعض نظرات المجتمع الغير لائقة من يعني يعني اللي ينظر اللي ينظر بهاي النظرات اللي بعض النساء في العراق انه ما يصير تشتغل وما يصير تطلع، هل هو سأل نفسه انه هل الدولة وفرت كل ما تحتاج المرأة حتى تبقى بالبيت قاعدة معززة مكرمة وكل احتياجاتها موجودة حتى في المقابل ما تروح تطلع؟ اليوم احنا عندنا ارتفاع بنسبة العاملات في العراق، النساء اليوم بالعراق وخاصة بالمحافظات المنكوبة جراء يعني اعتقال الدولة أو خطف الميليشيات لكثير من الرجال في هذه المحافظات، تضطر النساء إلى الذهاب للحصول على عمل لإيجاد فرصة عمل. النماذج اللي تفكر بهاي العقلية ما تسأل نفسها الدولة شو وفرت للمرأة حتى تظل هاي المرأة قاعدة ببيتها ويوصلها كل ما تحتاجه؟ هذا 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 سؤال أستاذ محمد أنا خلنا جاوبك عليه. هذا عنده نقطتين، النقطة الأولى الجهل، الجهل غلب غلب كل شيء، الجهل مشكله الجهل، هاي النقطه الاولى. والنقطه الثانيه عدم الثقه بالنفس، هو ما يثق بنفسه، شلون يثق بالاخرين؟ يا اخي يا استاذ محمد، هذا انسان جاهل وما يثق بنفسه فما يثق بالاخرين، هذا من روحه ما يثق فيه شلون يثق بالاخرين؟ هاي اثنين. اما بالنسبه للمراه يا استاذ محمد، المراه عندنا نساء، عندنا نساء الحمد لله والشكر، عراقيات او غير عراقيات، المراه اكو نساء يقودن دول، وعندنا في العراق نساء سجلن التاريخ، سجلن التاريخ. عندنا تسوان بالمالديه لها تاريخ، الى اخره، عندنا كثير من النساء، عندنا جراح حديد الله يرحمه، عندنا خير من الله من النساء، عندنا جراحات، عندنا معماريات، عندنا مهندسات، عندنا في كل الاماكن عندنا نساء محترمات نفتخر بهن، هن عراقيات وتابعات لنا ورفع الراس العراق. بالوقت اللي شفنا نساء عراقيات شريفات يقودن تظاهرات في ثورة تشرين، كان اكو للاسف بعض المقاطع، حتى عرضنا مقطع من هاي المقاطع لمجموعة من المعقلين مثل ما نقول باللهجة المحلية، وهم دي يحثون على تعنيف المرأة، على ضرب المرأة. يعني شلون ينصلح حال البلد لما نشوف نماذج من الباحثات عن حرية عن وطن مسلوب، ونشوف اللي يقودون مجاميع مثل بعض شيوخ العشائر طبعا اللي يحثون على تعنيف المرأة وضربها، واللي عندهم هاي الأفكار مثل ما حضرتك ذكرتها اللي الجاهلة اللي تمنع المرأة من الذهاب للحصول على فرصة عمل بطريقة محترمة، اللي تحرم المرأة من حقها بالحصول على تعليم، وغيرها وغيرها من العادات والتقاليد البالية بالنسبة لهذا المجتمع اللي اليوم وصل به الوعي إلى نسبة كبيرة جدا. أستاذ محمد طبعا اسمح لي خلنا أعطيك فد ملاحظة باختصار لو سمحت. أتومر أمر أستاذ محمد، الشيخة عندنا بالعراق أصل مو فصل، الشيخة أصل من الشيخ، كون أبوه شيخ وجده شيخ وأبو جده شيخ وبعد القبلة شيخ وهو يصير شيخ. اما هذول مو شيوخ، انا ما احتاجهم مع احترامات الشيخ الطيب والاصيل. هذول مو شيوخ، هذول لملوم، هذول بتمشى الله وكيله، بتمشى قطان تجيبه يصير عبد عندك، هذول مو شيوخ استاذ محمد. طيب انا اكتفي وياك بهاي النقطه، واشكرك يا سيد كيان من بغداد. عندنا حارث من بابل، تفضل يا حارث حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا حارث. وكان من حافظ بابل. تفضل. طبعا سيد الصخر. نعم. وإحنا من 14 هسه. نعم. مهجرين. نعم. مناطقنا متحررة تقريبا صار لها 3 سنوات
ثلاث سنوات متكرره. ما يرجعون بيها. واحنا هسه حالنا متبهدل، قاعدين مخيمات العامريه. نعم. اي يا اخوي، فاحنا يعني بكت الله من الحكومه من الوضع الحالي. نرجعون الله شاهد قاعد تبهدلنا. سيد حارث، بهاء العرجي كان مستشار رئيس الوزراء قال في وقت سابق بأن وزير الداخلية تم احتجازه ساعتين لأنه راد يدخل إلى جرف الصخر. إذا الميليشيات تتعامل ويا الجهات الحكومية بهذه الطريقة، شلون بالنسبة لكم شلون تتوقع من الدولة أنه هي ترجعك والدولة ما عندها سلطة على جرف الصخر؟ والله هي الدولة بعدهم، بس أنا يعني ترجعهم أشقرهم. احنا متبهدلين يعني اجار ومصاريف ولا راتب لا شيء، يعني كل شيء ماكو. نعم. اريد اسالك يا حارث، بما انه انت بالمخيم، بس اسالك عن حال النساء عندكم بالمخيمات، نساء جرف الصخر المهجرات في مخيم العامريه، شنو وضع شنو وضعكم كلكم وشنو وضع النساء؟ والله متبهدلين. نعم. والله ماي ماكو، كل اسبوع مره واحده. نعم. هاي الشتاء بركة كيف لك الله. نعم. يعني بس الله يحفظنا، واحنا بس هاي المنطقة الوحيدة اللي بقت جنب الصخر ما حد رجعها. نعم. سيد حارث. ما في احد ناشي، ما في احد يعني مكان، يعني بس الشعب عاطي. نعم. أنا أشكرك يا سيد حارث من بابل. طبعا معاناة أهالي جرف الصخر تستمر ويمنع الأهالي من العودة إلى مناطقهم بسبب فرض الميليشيات نفوذها وسطوتها على جرف الصخر وفقدان الحكومة السيطرة على هذه الميليشيات. عندنا السيدة أم يوسف من الرمادي، تفضلي يا أم يوسف. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أستاذ محمد شو سؤالك على المعاناة المرأة اللي بالعراق، مظلومه ظلم والحكومه اصلا ولا تندل لنا اي شيء. نعم. بيوتنا راحت وزليلنا راحت وايسامهم ظلم برقابنا لا راتب ولا يندلون اصلا، حتى اذا نروح على دائره حكوميه ونشكرهم حالنا ولا يندلوننا وين صايرين ولا يستقبلوننا. نعم. زوجي صار له 7 سنين اخذوه ميليشيا حزب الله، والراتب مال الرعايه ماله اقسم لك بالله الهويه صار لها 3 سنين عندي، درت بنتي خليتها. نعم. ولحد الان راتب ما صرت ولا انا وايتامي. شلون عايشين؟ شلون عايشين لعد يا ام يوسف؟ شلون عايشين؟ تساعدنا. ام يوسف شلون عايشين؟ والله قلت لك على الناس الخيرين ومنظمه احباب المصطفى صحيحه واقفيننا وما عوفونا ولا الحكومه ولا تندرنا وين صايرين. واقسم لك بالله انا شلت ورم صار لي 6 اشهر عمليتي وعندي جرع ضربت 3 و3 ما قدرت ادبر فلوسهم. يعني هل هي تجين من احباب المصطفى جوها تعيش ابطالي والمولد ابو المولد اذا نهار واحد ما ادفع له يطفى علي والله اللي ما مضى الماوي. والجهال بعدهم صغار. نعم. يعني ما عندي واحد كبير ادزه يشتغل حتى يسدني ويسد اخوته. بس حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. أم يوسف قال السيد سجاد الصخر مو ماخذين وادمنا خلينا سجون. نعم. للناس الأبرياء الله ينتقم منهم إن شاء الله. نعم. أم يوسف أريد أسألك، أكو حديث قبل شوية من السيد عطوان من بغداد يقول أكو بعض النماذج بالعراق تباوع للمرأة العراقية بنظرة أنه هاي المرأة ما يصير تطلع تشتغل، المرأة مكانها بالبيت، المرأة ما يصير تروح تتعلم، يعني أكو هاي العادات والأفكار. طيب الناس اللي بحالكم اللي بلا معيل اللي مهجرين اللي دولة ما تنظر لقضيتهم ولا لحالهم شلون يعيشون؟ ما سأل هذا الشخص نفسه شلون المرأة تعيش إذا هي ما عندها معيل والدولة هاملتها؟ ما حد يدرينا وين صايرين، والله ما حد لحد، حتى الأخ بهذا الوقت يتبرى منك. والله اذا ما شن الا اقول لك بلا نقاب شنك بلا نقاب. نعم. بلا نقاب، بس شفت حادث قدام طقت عبو على ناس يعني بلا نقاب اللي من حاس وابيع وكان الكيلو ب1000 دينار والله على مود اقيس اطفالي وما اخليهم يجوعون. نعم. بس من شفت الحادث قدامي رقم بي 3 طقت عليهم بلا نقاب عبو اكشت نفسي ما قمت ما اقدر اروح على نقاب. نعم. واخاف على جهالي كان امي صغار ما اقدر اخذهم بهيش مكانه.
والله من الانقاض عايشين. فإلى ما قلت لك يعني جم احباب المصطفى هم خطايا استشاري بينا يجيبوننا غذائيه حاليا يعني هم شافوا من المكان اللي انا قاعد بيه والله العظيم بالمطار حاطين السوكه واذا في هذا يوقع علينا الجسر شيء محترق يعني تعبان بيت حيل تعبان والله اتمنى اصوره وادزكم اياه تشوفون شلون قاعدين احنا واذا اروح على الحكومه والله ما اي طلب ما ينفذونه لا راتب ولا اي شيء يسوونه طيب. ويطلعون بالتلفزيون يقولون احنا مستقلين الايتام مال المفقودين الرزازه والله يكذبون ما شفت واحد جاء علينا واذا اروح احنا على الدوائر نقول لهم احنا مفقودين وشي يقول لي انت شفتيه شاف عينك ميته تحلفين تسوي له شهاده وفاه ما له اي حقوق هذا المفقود طيب ام يوسف سيده ام يوسف انا اشكرك وصوتك وصل وهاي المعاناه اللي تكلمتي بيها نتمنى للجهات لمن يهمه الأمر لمن يستطيع التدخل لحل أزمة المهجرين والنازحين والأرامل أو النساء اللي فقدن المعيل بسبب عمليات الخطف أو الاعتقال أو الاغتيال نتمنى هاي الأصوات توصل إلى هذه الجهات الحكومية لكي تعلم الحكومة مدى تقصيرها تجاه العراقيين عندنا أحمد من الصقلاوية تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله استاذ محمد الله يسلمك حياك الله احمد استاذ محمد انا مهجر من 2004 نعم وشفت مخيم العامري ورجعت على قاعتي ما كنت بيوت يلقى حر لا بي يلقى مثل التلشين تحضير فيه الكهرباء المحوله يعني قاعد على صوت المرور وعندي اذن الشهيد من تبع نعم ومقدم له مقامله وكمل وسلمت 2200 وبعد ما سلمت اي شيء كل ما اراجع عليهم ما جاب ينفذون الامر. نعم. وعنده اطفال اثنين بربيتي وانا 17 فرد ناديين في مسيرها تبي تجينا بالصحراء والبرد هذا الشتاء ذبحنا ذبح البيت. نعم. وهسه المعامله لحد الان ذاك اليوم حتى فيها كفاله وقاعدين يقول كفاله ماكو يا يعني ابو هاي الكفاله وهاي عندي كفاله يقول هاي ما اقبلها لعل تروح تجيب كفيل المال. وشلون عايشين؟ والله عايش مقشرة البنت ساكنة وبالصحراء نعم والخيم والله ثم الخيم يلا لمتنا ثم الخيم بهالبرية خربان قشرة ما في نعم قشرة عايشين سيد احمد انا اشكرك للمشاركة صوتك وصل ونتمنى انه يوصل لمن يهمه الامر داخل هذه الحكومة طبعا يعني وصل الحال بالعراقيين انهم يأسوا من هاي السلطة وفقدوا الامل بحكومات ما بعد الاحتلال وانه هي ما تقدم شيء وبالتالي نتمنى صوتك يوصل للجهات الخارجية يوصل للعراقيين اللي موجودين في محافظات وسط وجنوب العراق وكل مكان طبعا في العراق حتى يسمعون انه يسمعون معاناة اخوتهم في باقي المحافظات العراقية المنكوبة هذا الموضوع ايضا يعزز من الانتفاضة الدعوات الان للنفير العام من أجل الخلاص من حكومات ما بعد الاحتلال أبو عراق من الفلوجة تفضل حياك الله السلام عليكم أستاذ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد أنت تقول لي الناس علم الناس يعني على حقوق الإنسان علم الناس ومتعبنا من المناشدات علم الناس بعد يعني ما يعني هاي الحكومة ما تلتفت على الشعب هذا تشوف المعاناة نعم يعني هاي المظاهرات اللي تطلع اسالك بالله هذول المظاهرات لو عجم تعيين لو عجم رواتب لو عجم شغل هم يطلعون يطلعون بالبريد يطلعون بالحار علم الناس بعد ما احنا بس هو من فوق اما الحكومه يا استاذ محمد نعم الحكومه ما تلتفت على هذا الشعب هي جايه تدمر هاي الناس هاي اي حقوق نعم. انسان يسال بعد دي يا حقوق عمي ما كانت عارف معي والله مليان والله تعبت تعبت نعم. الناس عمي تعبت اسالك بالله عليك هاي المظاهرات صار لهم كم سنه طالعين هذول لو عايشين بخير هم يطلع لا يطلع عمي احنا نعم. عايشين بعصابات استاذ محمد عصابات مافيات احنا ما عندنا بس الله بس رحمه الله من فوق ما كافي عاد ما كافي يعني ما شبعت لا بوق لا شبعت سليب نعيم يعني ما ضميركم ما يعلمكم ضميركم تشوفون هالناس هاي
ضميركم وين؟ انسانيتكم وين؟ حمي يا انسانيه، قالوا عندهم انسانيه؟ والله والله لو عندهم ذره من الانسانيه كان واحدهم التفت على الناس هاي. ما كافي ما كافي ما كافي. احنا بس ما نقول، بس نقول حسبنا الله ونعم الوكيل على هيك ظلم اللي صار بالعراق. وانا اشكرك استاذ. شكرا يا سيد ابو عراق من الفلوجه. عندنا السيد احمد من بغداد، تفضل يا احمد. علي من بغداد، تفضل يا علي. السيد علي من بغداد. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ محمد، لو تدري ايش يصير بالسجون العراقيه النسائيه. نعم استاذ محمد، هؤلاء الفتيات اللي خرجنا بالتظاهرات شو يسوون بهم؟ نعم السجون العراقيه، سجون النساء، لا يتعلمون بهم. هؤلاء اشبه بالكلاب، هؤلاء الحكومه اشبه بالكلاب، ويعلمون جيدا، خاصه مصطفى الكاظم يعلم جيدا ماذا يجري. ماذا يجري في السجون العراقيه النسائيه؟ يعني شغلات كيديه يتهموهن خطيه وهن بريئات كل البراءه. نعم مو بس هاي، لو تجي تشوف النساء خطيه، المسكينات يدورن بالمزابل. نعم بالمزابل على قواطي، على ان المراه تدور بالمزابل على لقمه عيش. نعم اي حكومه هاي؟ حتى في زمن الفرعون ماكو. شلون 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 يرضون على نفسهم هذا الكلام؟ أخي هذا شلون يرضون على نفسهم هذا الكلام؟ هم احزاب يوصفون نفسهم بانهم احزاب اسلاميه. هل بالاسلام عندنا او في عرف او في مبادئ هذه الاحزاب، المبادئ العامه اللي ينشروها للناس، هل في مبادئها انه تهمش المراه بهذه الطريقه وتترك تعاني بهذه الطريقه وتبحث بالنفايات عن طعام، او تعاني في السجون والمعتقلات، او تهمش بهذه الطريقه بالدوله؟ هل هذه من اعراف ومبادئ الاسلام؟ شعب راس يوقف على هالوضعيه ماساويه دا تعيشها المراه. نعم يعني شعر راس يوقف، هو يعني وقت عاجز، فكري وقف. كيف يعيشون؟ كيف تعيش المرأة؟ هي أشبه بالسلعة هسه، يعني تكرم حشاكم الحيوان أحسن من المرأة، الحيوان في الشارع أحسن من المرأة، تباع وتشترى. تبي ايش يسوون؟ ياخذوها كسلعة زواج المتعة. طيب وصلت فكرتك بهاي النقطة حتى لا نتوسع، لأنه أنا ما يعني بصراحة هذا الكلام جارح، حقيقة مؤلمة، لكن كلام جارح، ويعني اكو اللي العوائل اللي تشاهد صح حقيقه وصح يعني ماساه موجوده بالعراق، لكن ايضا نحاول قد ما نقدر انه نهذب الكلام صراحه، لانه الكلام جدا قاسي، جدا مؤلم، جدا جارح انه واحد يسمع. انا اشكرك يا سيد علي من بغداد، وخلينا نسمع راي السيد عبد الرزاق من بابل. تفضل يا عبد الرزاق. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. موضوعك اليوم عن المرأة العراقية. نعم. وأنا يحضرني قول أحد الشعراء اللي يقول: الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب العراق. نعم. هاي الليلة اللي هي ليلة الجمعة، أسأل الله أن يرحم أمي ويرحم أمهات كل العراقيين. مش نعم أستاذ محمد، الحياة وصانعة المستقبل، وهي أيضا مربية الأجيال من خلال دورها الأسري. والمرأة العراقية أستاذ محمد ما أخذت يعني فرصتها الحقيقية، سواء بالمجتمع العراقي خاصة أو المجتمع العربي. نعم يعني على طول الأزمنة والسنين شوف المرأة العراقية مقيدة. نعم بالعواطف العشائريه والمجتمعيه اللي تحد من حركتها. نعم منها الاعراف والتقاليد. فنشوفها يعني محرومه من المشاركه بكافه يعني اغلب الانشطه السياسيه والامنيه.
يعني ما نشوف يعني ليش حركه. احنا جاي نشوف يعني نشوف الراقب يعني دول العالم يعني تعطي المراه دور يعني سواء بالاجهزه الامنيه اللي تحمي يعني شعوبها. احنا هذا الشيء يعني احنا يعني ما يعني حارمين المراه العراقيه من هذا الدور. المشكله سيد عبد الرزاق، المشكله مو مشكله مشاركه المراه بالاجهزه الامنيه. المشكلة اليوم عندنا كثير من نساء العراق يدوران بس على لقمة عيش، يدوران بس على دعم من الدولة لإعانة الأطفال، يدوران بس على بيت يؤويهن. اليوم كثير من نساء العراق بالمخيمات، كثير من نساء العراق مشردات في وسط وجنوب العراق. مشاهد مؤلمة لما نشوف مرأة عراقية تبحث بالنفايات قبل لا توصل إلى مرحلة أن هي تنخرط ضمن الجهاز الأمني أو لا. خلوا يوفرون حياة كريمة للمرأة العراقية. أستاذ محمد، هو نفس الكلام مالتي قلت لك مقيدة. يعني ليش المرأة العراقية انجبرت على هذه الحالة وهذه المعيشة التعبانة؟ لأنه قلت لك قيدتها قيود اللي حد رحتها. يعني ترجع للدور يعني لا. على مستوى التاريخ، يعني التاريخ خلاص النساء يعني على مستوى شو اسمه الاسلام خولة بنت الاسود بطولها في صحبة قرينا عن اسماء بنت ابي بكر، يعني كان لها دور يعني مشاركه مع رجل. لكنه للاسف الشديد احنا اليوم جعلنا من المراه عوره. طيب رغم كل ما تفضلت به، لكن يبقى اليوم دا نشوف انه النساء في ثورة تشرين وفي المظاهرات اللي انطلقت بالعراق من 25 شباط الى غاية اليوم، المرأة موجودة وتأثيرها قوي ودورها فعال ومساندة الرجل المتظاهر في كل شيء في التظاهرات. واليوم في ثورة تشرين وشاهدنا طبعا مسيرات نسائية ومظاهرات نسائية واستشهاد متظاهرات وناشطات في ثورة تشرين على يد طبعا ميليشيات وعلى يد قوات حكومية. شلون تشوف دور المرأة اليوم في التظاهرات في ثورة تشرين في دعم ومساندة الثوار؟ المرأة العراقية يعني لها دور كبير وفعال، وخير دليل على هذا هو اليوم مشاركتها مع أخيها الرجل بساحات التظاهر. المطالبة بحقوق مو بس بحقوقها هي، لا بحقوق كل العراقيين. شلون تصدى للقوى الأجهزة القمعية، شلون تساعد أخوها، شلون الضمبة. فدور المرأة العراقية أستاذ محمد مو اليوم. المرأة العراقية صراحة ما مفتوح لها المجال، ما مطين لها المجال، وإلا هي يعني صراحة يعني أبت أروع الصور على طول السنين اللي احنا مرينا بها وطول الحروب اللي شافها العراق. المرأة العراقية يعني صراحة انت تبقى صورة رائعة للمرأة. شنو بس اريد اسألك سيد عبد الرزاق اذا تبقى وياي للحظة، شنو رأيك بموضوع الناس او البعض اللي يدعو دائما الى تعنيف المرأة، الى ضرب المرأة العراقية كنوع من انواع التأديب؟ شلون تشوف او شنو رايك بهاي الحالات السلبيه اللي اليوم عندنا هوايه حالات تعنيف للمراه وبسببها صارت اكو حالات انتحار ضمن النساء العراقيات او شريحه من النساء العراقيات؟ ذكر قول للرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما اهان المراه الا لئيم. استاذ محمد، والرسول صلى الله عليه وسلم بنهايه حياته الوصيه مالته قال اوصيكم بالقوارير. زين اوصيكم بالضعيفين. فاللي يهين المراه هو هذا مهان، هو هذا ما له شخصيه، ما محترم. فاللي جاسر على المراه واللي يطاول على المراه هذا هو ضعيف، يعني انسان يعني ما يحمل اي افكار انسانيه، ما يحمل جذور انسانيه بداخله. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل، اشكرك للمشاركه. طبعا خلونا نتكلم عن بعض الأرقام الحكومية طبعا، وأرقام نقلا عن مسؤولين ومنظمات حقوقية دولية ومحلية. تشير الإحصاءات نقلا عن مسؤولين ومنظمات مدنية أنه ما بين
90 إلى 100 امرأة عراقية تترمل كل يوم نتيجة أعمال العنف والقتل الطائفي والجريمة المنظمة في العراق. وأكبر دليل اللي نشوفه اليوم من حالات استهداف للعراقيين إن كان عن طريق الصواريخ اللي تطلق هنا وهناك، إن كان عن طريق النزاعات العشائرية وانتشار السلاح، إن كان عن طريق الميليشيات التي تقتل وتخطف وتغتال، إن كان عن طريق القمع الحكومي الموجود الآن في ساحات التظاهر أو في المحافظات المنكوبة، وكثير من الأمثلة لانتشار العنف في العراق اللي يرمل ويتم أطفال ويرمل نساء عراقيات يوميا. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قال إن هذه الأرقام اللي هو من 90 إلى 100 امرأة عراقية قد تكون أقل من ما هو في الواقع إذا أخذ بنظر الاعتبار جرائم القتل الخفية التي يتعذر تسجيلها. ومصادر حكومية تكشف أن متوسط حالات الطلاق الشهرية تصل إلى نحو 8000 حالة، وقد تجاوزت هذا الرقم في شهر تشرين الثاني من عام 2020. أرقام كبيرة جدا. وحديث سجلات وزارة شؤون المرأة في العراق عن 8 ملايين أرملة رقم كبير للغاية مشاهدينا الكرام. 8 ملايين شخص في العراق، امرأة عراقية بلا معيل أرملة، تعاني من مجتمع، تعاني من حكومة وقراراتها وسياساتها الضعيفة تجاه المرأة، من تهميش المرأة. اليوم عندنا مستوى الأمية في العراق وتحديدا بين النساء العراقيات نسب مرتفعة جدا، وموضوع تعنيف المرأة والاعتداء عليها هي أيضا في ارتفاع مستمر. وعندنا الحالات اللي عن طريقها يتم استهداف ناشطات في ثورة تشرين وفي المظاهرات هي أيضا مرتفعة بسبب الميليشيات وبسبب السلاح المنفلت وبسبب الدولة الغير قادرة على تأمين حياة الناس أولا، العراقيين بشكل عام والنساء بشكل خاص. عندنا بعض الرسائل نقرأها لحضراتكم. رسالة من حسام يقول: على رأسي كل نساء العراق والنعم منهن، ما يمكن أن ننكر دور نسائنا العزيزات، وخاصة بالحروب والتظاهرات، وحقوق النساء ترجع من تنقلع الحكومة والدستور. سيد ممتاز من رومانيا يقول بعد التحية والسلام: أكيد اليوم عن المرأة، إن المرأة العربية مظلومة من جميع الحقوق، ما الفرق بين المرأة العربية والأجنبية، ولكن الدول الإسلامية يعتبرون أن المرأة هي خدامة للرجل. هذا كلام ليس صحيح. الإسلام لم يكن بهذه الطريقة، بل قدر المرأة ورفع شأنها، لكن سياسات خاطئة هي ربما التي تقود إلى ما تفضلت به، وهي أيضا نماذج ليست بالعموم. لكن يقول أن المرأة موقعها أحب أكثر من الرجل في المجتمع، لكن للأسف هناك جهل وتفكير جاهل، يعني يقول أنه قاد إلى هذه السلبية. شكرا يا سيد ممتاز. عندنا رسالة تقول: السلام عليكم، من السيد أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ محمد وللجميع. يقول: العراق في حالة حرب مع الغرب والصهاينة والفرس المجوس في إيران منذ تأميم النفط عام 73 وحرب تشرين العربية. العراق حسم حرب تشرين للعرب، والعراقيين كافة رجال والنساء مستهدفين ومحرومين من الرفاهية والأعياد والاحتفالات الوطنية أسوة بالعالم والدول الأخرى. المرأة العراقية أثبتت للعالم أنها امرأة تستحق في كل العالم والدول أن يوضع لها تمثال تخليد على تحملها الصعاب. ليس لديها مسؤول، هي بيد الأعداء، والسلام عليكم. ويقول أيضا: المرأة نصف المجتمع. طبعا مشاهدينا الكرام، أيضا هناك بيان كان بيان كان من اللجنة المنظمة اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، قالت فيه أن اليوم العالمي للمرأة مناسبة مهمة لتسليط الضوء على الواقع المؤلم الذي تعيشه المرأة العراقية. وأكدت اللجنة أن القوانين التي شرعتها الأحزاب السياسية الحالية جائرة وظالمة بحق المرأة العراقية، حيث ارتفعت نسبة الأمية بين النساء العراقيات وتزايدت حالات الطلاق في ظل غياب الحلول من قبل الحكومة وأحزابها، ما ساهم في تعرضها إلى انتهاكات صارخة واغتيال وخطف والإتجار بالبشر من قبل الميليشيات والأحزاب الفاسدة.
أكدت أيضا اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي أن المرأة من أهم ركائز بناء المجتمع العراقي، ولا يقل دورها عن دور الرجل في إيجاد الحلول ومواجهة التحديات من أجل بناء مستقبل واعد للعراق. وطالبت أيضا بالإفراج الفوري عن النساء المعتقلات في سجون الحكومة وميليشياتها. طبعا هناك من يحاول اتصال مشاهدينا الكرام عن طريق الواتساب، نقول بأن هذه الخدمة غير متاحة لاستقبال الاتصالات، هي فقط لاستقبال الرسائل المكتوبة. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.